ما نربطش روح حتى وقت نكتبوا معاه نعمل كذا سوسان يكون موجود تكنيك يتيحوا فيه ان ديسي دو اون ا بوتونسييل دو ديريج لا ديريكسيون ريجيونال دو لونا الجورني نتاع اليوم هي اسمها تعنى بقطاع الصوف في قفصة في جهة قفصة. قطاع الصوف هو مجموعة هو بروسيسوس فيه عناصر متداخلة بإمكانها توفر مواطن شغل لجان بو كاليفيه اللي إذا كان يكسب مهارات معينة كسوسوا في الزازان وإلا في الترانسفورماسيون وإلا في الكولوراسيون il peut intégrer le marché du travail et le bureau international du travail c'est ça sa vocation. الانطلاقة نتاع ليدي منين جات؟ نحن زرنا السيت نتاع سيدي عيش وتحاورنا مع الحرفيات وشفنا معاناة الحرفية كيف وصفت لنا سور تيران اللي راهي تزز الصوف وتبيعه ب 2000 فرنك لا بريمير كاليتي وتمشي تشريها دوزيام ولا تروزيام شوا ب 11 و 12 دينار. دونك قلنا سي لو بوان دو ديبار بور نقولوا غاتي سو سيت بروبليماتيك. لو بي تي كلف خبير باش يعمل لنا دراسه على الحكايه هذه سير تيران. نو افون فولو بارتاجي لي ريزولتا ساتيتود مع المسؤولين الجهويين ومع المسؤولين في تونس تو المعنيين بالارتيزانا وبديفلوبمون دي كومبيتونس دون لو سيكتور. جمعناهم اليوم في طاوله واحده باش نطرحوا النتائج نتاع تاع الدراسة هذه ونعطوهم فرصة هما زادة يقترحوا مع المسؤولين الجهويين مع السيد الوالي شنية اللي ممكن يتعمل في إطار تثمين هذه قطاع الصوف باش يتيح فرص عمل للشباب اللي ما عندوش اختصاص ولا ما عندوش مهارات. اليوم هذا يوم تحسيسي للمشاكل نتاع الصناعة التقليدية في الجهة وخاصة الفيليير نتاع الصوف. الغاية منه هو بعث مواطن شغل في الحلقات المفقودة من السلسلة هذه متاع القيم متاع الصوف الجهة. والغاية كذلك هو تجميع المسؤولين على المستوى الجهوي لتحسيسهم الموضوع هذا والإدماجهم في خلق معناتها مواطن شغل وفي تفعيل القطاع هذا وتحسينه حتى يستفيد منه أكثر ما يمكن من حرفيات خاصة في منطقتين في سيدي عيش وفي بلخير. في عندي معمل عندي بنات يخدموا معاي سمعت بالجورني هذا حبيت نشارك فيه. الهدف نتاعي ان نلوجوا على طريقه تكون افضل في نوعيه الخيط باش معناه المنتوج نتاعنا كي نخدموه ما نلقوش مشكل لان تو عندنا مشكل في نوعيه الخيط. ديما الخيط هو المشكل تخدم قطعه وتتعب عليها تمشي تطبعها في الارتيزانة يطلع نوعيه الخيط خايب ما يطبعلكش برمي شوا. وحنين الهدف من الجورني هذا نسعوا ان نخدموا باش نعود ونخدموا الطابع برمي شوا ما عاد نخدموا دزيام شوا تروازيام شوا نخدموا برمي شوا نبيعوا في البلاد ونجموا نعرفوا به في المنتوج اكثر في البلايص الاخرى.